جيت اليوم للترشيح الأخوان اللي مترشحين المجلس الوطني. حقيقة الأمر سلس وسريع جدا في قاعة الخبيصي. الوقت اللي استغرق تقريبا دقيقتين أو أقل. وشاكرين ومقدرين للجميع على الجهود الطيبة، وحركة الناخبين حركة جيدة وفي تواجد وفي حضور كبير، ونسأل الله التوفيق. وصوتك أمانة، صوت للشخص اللي أنت ترى أنه فعال في المجتمع، وأيضا له خبرة عملية وحضور باع طويل، وعنده القدرة على عمليات التشريع واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي، ونسأل الله التوفيق للجميع. ربي يطول إن شاء الله عمر شيوخنا ودولتنا، يا رب كريم، ووفد شبابنا وشاباتنا، كل شيء مسهلين الحمد لله الأمور. مرة يوم تدخل الصالة اللي ما شلوك، حتى لو عوار أنت بوصلونك للمكان اللي تباه، والشباب والشابات اللي ما وقع يوجع، ولا ما نهتر صوتكم ما نهكم، وشبابنا يستاهلون وشاباتنا يستاهلن، يا رب يوفقهم إن شاء الله الجميع ويسهل أمورنا، ونحن دولهم الطويل الحمد لله من هالحين ونسير لفوق. اللهم لك الحمد والشكر، سبب شيوخنا وصلونا لمكان، بكل مكان وصلونا، ربي يسعدهم ويرحم ويطول عمر محمد بن زايد واخوانه محمد والراشد، يا رب كريم، وشبابنا ان شاء الله ما قصروا في كل شيء. هذا ما من فراغ جاي، كل واحد عنده فكره، كل واحد مفروض يبوا يشاركون في دولتهم ويستاهلون. شباب متعلمين وشباب واصلين، اللهم لك الحمد والشكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر حكومتنا الرشيده وقيادتنا على الترتيب والتنظيم العالمي، موفرين للمواطن من يرشح الخدمات الخارجية، السيائير، النقل من المراكب لين البوابات، تدخل البوابات تستلم كل لجنة، تشوفك التعليمات كاملة الموجودة وتمر عليها المرحلة مرحلة، عندك الناس والأشخاص المخولين لهذه الأمور. الترشيح سهل وطيب، والحضور بالعكس الإنساني، ويبدي برايه وبصوته أفضل من بين أخوانك ومن بين المرشحين. المرشحين كلهم متواجدين يزاهم الله خير في كل القاعات، وأهدافهم واضحة، وانت وصوتك رشح اللي تشوفه يستاهل، واللي يستاهل صوتك عطى صوتك والرد. ونشكر حكومتنا الرشيدة، ونشكر الجميع على التفاعل الطيب وعلى الشغل المضبوط. نقول لكل مواطن صوتك أمانة، تعالوا صوت للمرشح اللي يستاهل. المرشحين كلهم بيضويه ويستاهلون، كلن عنده أهدافه، وكلن حاط القضية اللي بيتكلم فيها أو الملف اللي بيتكلم فيه. خلنا ما نقول قضية، نقول ملف، ملفاتهم واضحة وأهدافهم واضحة، وانت شوف وين ميولك عند أي أهداف وأي مرشح أو مرشحة. كلهم بيضويه وكلهم يستاهلون، وصوتك امانه، ودلي بصوتك في القاعه افضل. التيوب تفاعل في العرس الانتخابي الخامس، عند الجماعه كلهم موجودين، ويا مرحبا بالجميع. نقول كلهم المرشحين يمثلون دوله الامارات العربيه المتحده، والمرشحين هذه لنا قوه، 300 مرشح على مستوى الدوله يستاهلون، الدوله حطتهم لانهم ناس يستاهلون ولانهم قد المسؤوليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم لك الحمد على النعمه اللي احنا عايشين فيها، وعلى العرس اللي تحتها ان حكومتنا انت شارك فيه، اللهم لك الحمد والشكر. ونحب نهني لجميع المشاركين المرشحين اللي في دولة الامارات اللي تحت لهم الفرصة دولتهم، هذا حمد وشكر، ان اللهم لك الحمد والشكر. ما في واحد يتقدم للترشيح الا عنده هواية وعنده طموح وعنده هدف يخدم وطنه ويخدم بلاده، وكلهم كفوا. اللي ما صوت مفروض انه يصوت، لانه ما اعطاته دولته هذا الصوت الا بته صوت للانسان الكفو اللي يخدم وطنه ويخدم بلاده وربعه. والانسان اللي اعطاه الصوت ما هو واجب انه يقعد في بيته ويحرم دولته ويحرم اخوه من الصوت. واجب عليه ان كل اللي يحمل صوت ويصوت انه يصوت للمرشحين، تسمع مني. والمرشحين هذولا ما واحد منهم تقدم الا عنده هدف لخدمه وطنه وخدمه ربعه، وعنده هوايه كفو. عاش الجمعة بدا رئيس مركز العين الانتخابي، شهد اليوم الثاني من التصويت المبكر إقبالا لافتا من جميع فئات المجتمع، وخاصة كبار المواطنين والنساء. يتم استقبالهم وتحويلهم إلى محطة تدريب ليتم تدريبهم على النظام الإلكتروني مدعما بنظام الهوية الرقمية. جهز المركز العين الانتخابي لمواقف خاصة لأصحاب الهمم بحيث يتم استقبالهم منها وتوجيههم إلى محطة التدريب ليتم تدريبهم على النظام التصويت الإلكتروني، كذلك يتم مساعدتهم على إجراءات التصويت الإلكتروني.